السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نديروا فيه تجربه تاع احد العروض اللي حتتها اتصالات الجزائر في الايام السابقه، وديجا رانا تكلمنا عليها في فيديو خاص، ووعدتكم في الفيديو هذاك باللي راح نجربوا احد هذ العروض. وبالفعل خوتي راني جربت العرض هذا تاع 650,000. هذه هي الفاتوره تاعو كما راكم تشوفوا لهنا خوتي. الفوكس ايوا هاو جا الفوكيس، هاي كيما راكم تشوفوا لهنا خوتي 650,000 تاع اتصالات الجزائر ايدوم 4G، لهنا باه نتفاهمو يعني ماشي تاع فيبر ولا ادياسال. هذا لهنا الختم تاع اتصالات الجزائر. المهم خوتي العرض هذا يعطيونا فيه تقريبا 1000 جيجا انترنت صالحة لمدة 6 اشهر، وبعد نفاذ هذ الجيجات راح يعطيونا انترنت بسرعة منخفضة تصل الى 4 ميجا الى غاية نهاية هذا العرض. تقريبا يعتبر افضل عرض حطته اتصالات الجزائر لمودام ايدوم 4G، يعني لهنا ماناش نتكلموا على الانترنت الاخرى تاع الادياسال والفيبر والى اخره، يعني رانا نتكلموا فقط على مودام ايدوم 4G. وبلا ما نطول عليكم اخوتي في الهضره بزاف، خلينا ندخلوا للميكرو ونديروا التست تاع هذا العرض. وهنا اخوتي كما راكم تشوفوا تقريبا راني من 8 وانا ندير في لي تيست للعرض هذا، وكل مره نتحصل على نتيجه مختلفه. نبداو لهنا بالبينغ اخوتي، الناس اللي تحب تلعب اونلاين والى ما ذلك. البينغ لهنا اخوتي اقل درجه وصلت لها هي 32 كما راكم تشوفوا لهنا. وفي لي تيست الاخرين اخوتي كان البينغ كل مره كيفاش، ساعات 300 ساعات 200 ساعات تحت 100، يعني ماهوش ثابت البينغ لهنا، كل مره يختلف على حساب الوقت اللي راح دير فيه التيست. لذلك لهنا البينغ مانيش راح نقول لكم اذا العرض هذا يصلح للالعاب والله لا، لانه كل مره يعطينا نتيجه مختلفه. نجيو للداونلود اخوتي كما راكم تشوفوا فيه 0.09، يعني تقريبا 90 كيلو بايت. 90 كيلو بايت هذه تقريبا فيديو يوتيوب باقل جوده ممكنه، يعني 144p، يمشي لي 5 ثواني ويتقطع، يعني تقريبا الانترنت لهنا منعدمه. نجيو للابلود، على بالي راح تحيروا علاش الابلود راهو طالع على الداونلود لهنا. الابلود لهنا تقريبا راهو 1.9 ميجا، يعني تقريبا 2 ميجا، وكاين وين وصل لي حتى 2.5 ميجا، يعني تقريبا راهو الابلود لهنا راهو مليح، وهذه حاجه طبيعيه. يعني عندنا 1000 جيجا انترنت لهنا، الابلود راهو يستهلك منها، يعني بعد ما تنفذ لك الجيجات هذوك مباشره الابلود راح يهبط لاقصى درجه، يعني راح يولي لك 20 كيلو بايت الى 50 كيلو بايت. والتاست هذا تقريبا درته على جويل 11 الى 11.5 هكذاك، وتقريبا الكونيكسيو كانت هي نفسها، يعني من 8 حتى 12 كانت تقريبا هي نفسها، فقط راح نلقاو اختلاف في البينغ، يعني ساعات يطلع وساعات يهبط. وحاليا راني رايح نعاود ندير تيست على 4 تاع الصباح ونشوفوا اذا كاين فرق والله لا لا. على كل حال ما كانش لي راح يكونيكتي على 4 تاع الصباح، المهم حنا راح نجربوها ونشوفوا. كما راكم تشوفوا لنا راهي 4 تاع الصباح، يعني راهي 4 و13 دقيقه. راني درت ديجا تيست الاول وخرجوا لي كيما هكذا البينغ 34، الداونلود راهو 1 ميجا، الابلود الثاني راهو 1 ميجا. نزيدو نكليكيو لهنا على جو ونشوفو شحال راح تعطينا الريزلتا. كيما راكم تشوفو لهنا خوتي البينغ راهو ديجا طلع 35، والانترنت الداونلود راهو يطلع حتى 4 ميجا ويعاود يهبط، يحبس ديما في 1 ميجا ودركا هبط حتى 0.5 ميجا. او كيما شفتوا اخوتي دوك الداونلود راهو 0.47، يعني تقريبا 400 كيلو بايت، يعني راهو زاد نقص شويه. الابلود راهو يبقى ديما طالع، ديما يوصل 2 ميجا 2 فاصل، دوك نشوفوا اذا يبقى 2.8 ولا يزيد يهبط، او بقى 2.8. يعني الابلود راهو مليح تقريبا في العرض هذا، راهو يوصل حتى تقريبا 3 ميجا. ولهنا خوتي كما قلت لكم ما تخلعوش بيه، يعني غير يخلصوا الجيجات راح يعاود يولي كيما كان. المهم خوتي كما شفتوا كانت هذه هي التجربه تاع العرض اللي قدمته اتصالات الجزائر لمودام ايدوم 4G، وتقريبا ما كان حتى فرق في الانترنت ولا في سرعه الانترنت بين العرض الجديد هذا وبين العرض القديم اللي كنا نسلكوا تقريبا كل شهر 100,000. يعني في العرض الجديد هذا راح تسلك 600,000 وتكونيكتي 6 شهور، اما العرض القديم راح تسلك 100,000 كل شهر، يعني تقريبا 6 شهور راح تخرج لك 600,000.
تقريبا العرض الجديد هذا والعرض القديم راهم بنفس السعر، وفي العروض هذو في زوج ماكش راح تتحصل على انترنت. العرض الجديد هذا الحاجه الايجابيه الوحيده اللي فيه هي انك راح تتحصل على جيجات زياده، يعني في العرض القديم راح تتحصل على 20 جيجا كل شهر، اما العرض هذا راح تتحصل على 1000 جيجا مباشره لمده 6 اشهر، يعني راح تفيدك شويه خاصه اذا راح تحمل العاب. والله انا شخصيا راح نحمل بها بعض الالعاب كيما فالورانت وبابجي وفورتنايت والى اخره، بانوا لي نديروا لكم عليهم اختبارات في التجميعات القادمه ان شاء الله. والهدف من الفيديو هذا اساسا هو فقط اني نقوم بتجربه هذا العرض باه تشوفوا نتوما وتعرفوا اذا راح يناسبكم ولا لا لا، وخاصه الناس اللي يستعملوا نفس المودام هذا تاع ايدوم 4G. وكما شفتوا النتيجة كانت سواء في العرض القديم ولا في العرض الجديد ماكش راح تتحصل على الانترنت اصلا. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا كنت اول مرة تشوف القناة تاعنا ما تنساش تعمل الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل ميزة الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. وفي الاخر نقول لكم تهلاو في رواحكم and سلام.